طبعا بدنا نشكر الزميل عمر القضاء على هذا التقرير الرائع من جمعية سيدات الرباحية. ودائما نحن سيداتنا الأردنيات هناك العديد من المشاريع الريادية اللي قامنا بفتحها، والعديد من السيدات شكلنا دور كبير في مجتمعاتهن خلال هذه المشاريع، وشفنا قديش كمان لهم دور كتير كبير بجائحة كورونا، وشفنا قديش من المشاريع لاقت نجاح لأنه بنعرف قديش في أشخاص فقدوا فرص عمل خلال هذه الفترة. فتحية لسيداتنا ونشمياتنا الأردنيات اللي لهم دور كبير دائما وأبدا. أكيد كاثي يعطيهم العافية، نشمياتنا اللي دائما بنكون فخورين فيهم. ضيوفنا الكرام صاروا موجودين معنا بالاستديو، أكيد معنا الأستاذ محمد الشوملي مدير عام جمعية السلط الخيرية، كمان معنا إشهاب العقرباوي من صندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، وكمان معنا حنان عودة رئيسة جمعية همة نساء البلقاء لنحكي أكثر عن المبادرة وكيفية تمكين الشباب الرياديين. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. بداية خلينا نتحدث عن الصندوق الهاشمي تحديدا، تفضل. يعطيكم العافية وصباح الخير وشكرا للاستضافة الجميلة. صندوق الأردن الهاشمي هو منظمة وطنية، منظمة محلية عمرها ما يقارب تخطط 42 سنة. نعم. بنعمل مع كافة المجتمعات الموجودة عندنا بالبلد من خلال 51 مركز. نعم. موجودين ب 12 محافظة تحت اسم مراكز الأميرة بسمة للتنمية البشرية. نعم. شغلنا مع الجمعيات حاليا مختصر بمشروع المشاركة الشبابية والتشغيل. هذا المشروع ممول من قبل برنامج الشراكة الدنماركية العربية، يدار من قبل منظمة أوكسفام، ويتم بتنفيذه الصندوق الأردني الهاشمي والعديد من الشركاء المحليين. دورنا بالصندوق الأردني الهاشمي يعني مقسوم لجزئين، جزء يعمل مع جمعيات المجتمع المحلي، والجزء الآخر يعمل مع الشباب بشكل مباشر. المشروع هذا انطلق بسنة 2018 وبيعمل بأربع محافظات، بالبلقة، بمادبة، بالكرك وبالطفيلة. عملنا مع الجمعيات اللي احنا يعني هلا مركزين على الحديث فيه، بلش بسنة 2018 وسنة 2019. خلال هذول السنتين قدرنا نوصل ل 16 جمعية موجودة بالأربع محافظات. هذول الجمعيات كان دورنا فيهم أنه إحنا نرفع من قدراتهم ونمكنهم ونطورهم ونرفع من المهارات الموجودة عندهم. وبعد هيك صرنا ننتقل لمرحلة اللي هي حملات الكسب التأييد، من خلال نعمل مجموعات مركزة بالمحافظات ونطلع بحملات حلو. مجتمعية تدعم المرأة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، ومن خلال إذاعة فرح الناس اللي هي شريكة أيضا معانا التابعة للصندوق الأردني الهاشمي كنا عم نبث مسجات تحفيزية وتشجيعية للسيدات أيضا من خلال المقابلات. هلأ ما بعد 2019 اجتماعاتنا كانت دورية مع الجمعيات اللي عملنا معهم بال 2018 و 2019 من خلال يعني كنا عم نعمل زي ورشات عمل تعلمية. نعم. نأخذ الجمعيات لوين وصلنا معاهم، شو التحديات، شو الإنجازات اللي تبين معانا أنه في عزوف على مشاركة الشباب بالعمل التطوعي مع الجمعيات. نعم. فمن خلال اجتماعاتنا كفريق عمل المشروع داخل الصندوق، ومن خلال اجتماعاتنا مع إدارة المشروع من قبل أوكسفام، طلع معانا أنه إحنا لازم نقدم للجمعيات تمويل لمبادرات. هاي المبادرات يكون هدفها الأسمى وهدفها الرئيسي هو دمج الشباب بالأعمال نعم. التطوعية نعم. داخل الجمعية، ودمج الشباب بالأعمال اللي بتقوم فيها نعم. الجمعية. أكيد. بدي أنتقل لو سمحت لأستاذ محمد الشوملي. زي ما عرفت عنك بالبداية، حضرتك مدير عام الجمعية السلط الخيرية. تحكي لنا عن دورك بهالجمعية وأهمية هالمبادرة. بداية جمعية السلط الخيرية تأسست عام 1961، صار لها 60 سنة تشتغل. إن شاء الله رب العالمين إنه تكون قدمت دور قوي للمجتمع وخدمات جلية بإذن الله. حاليا الجمعية مشتركة مع جمعية همة النساء في تشجيع الشباب على عمل المبادرات. تعرفوا إنه الجمعيات تعتمد على التطوع والمبادرات، وحاليا إحنا بنشوف إنه شوي خف عمل الشباب والصبايا والتطوع بشكل عام في الجمعيات. احنا عملنا هذه المبادرة عساس تخدم ثلاث فئات. الفئة الأولى اللي هي فئة الشباب. الشباب نفسهم هم بحاجة للتطوع. كتير بتلاحظي شباب تخرجوا من الجامعات دخلوا على سوق العمل ما بيعرفوا ولا إشي بحياتهم. صح. احنا حاليا بنشجع الشباب عساس يدخلوا
ويتطوعوا ويعملوا مبادرات هم يصقلوا شخصيتهم طبعاً. يتعرفوا على الناس، يتعودوا على روح القيادة. كلنا بنلاحظ الفرق بين الطلاب اللي بيروحوا للأعمال التطوعية وبيدربوا حالهم أكثر وخبرات أكثر بين الشخص اللي ما بيشارك بأي عمل تطوعي. نعم، بنلاحظ كمان شبابنا لما يقدموا لجامعات برا بيسألوا بالسي في شو في عندكم مبادرات، شو عملتوا أعمال تطوعية. ممتاز. بينما إحنا بنركز دائما على المعدل وعلى كذا، فإحنا بهمنا شبابنا يصيروا قيادات المستقبل بإذن الله. نعم. برضو الجمعيات الخيرية في عنا بحدود 6000 جمعية خيرية وإن جي أوز بشكل عام، هذولا بحاجة لهمة الشباب، فهذولا إذا ما كانوا الشباب هم بتطوعوا لعندهم فعلوهم، الجمعيات هاي بتكون يعني مجرد مسميات. بس والله أنا مستغربة أنه بتحكي لي هناك عزوف على من الشباب للتطوع، مع أنه يعني أنا بدي أحكي لك من 2006 بالعمل التطوعي من خلال دراستي بالجامعة ولهلا مستمرة مع العديد من الشباب، هناك لهم دور كتير كبير وبحسهم بتسابقوا حتى يقدموا خدمة للمجتمع. ليش هذا العزوف؟ هل هي بهذه السنة الأخيرة بجائحة كورونا ولا هي من قبل ونحن مش مكتشفين هذا الموضوع؟ والله أنا ممكن أحكي لك يعني من 20 سنة عمالها بتنزل شوي شوي. يعني أنا هاد مستغرب، يعني دائما إحنا بنشوف إنه الشباب ويعني تلاقيهم إنه عنا إشي بدنا نقدمه، بتلاقيهم بتنافسوا بين بعض مين اللي قدم أكثر لمجتمعه. نعم. فهاي والله يعني مؤشر. في أسباب كتير، هسا في كتير من الشباب ما بيعرفوا إنه في جمعيات خيرية، شو بتقدم، شو أدوارها. أحيانا بيصطدموا إنه بفكروا إذا بدك تعمل عمل تطوعي لازم أنت تقوم بعمل جمعية وتأسيس جمعية والدخول بإجراءات طويلة. صحيح، في ممكن. ممكن يكون السبب أستاذ كورونا، يعني العمل التطوعي بيحتاج إنهم يطلعوا لبرا يتعاملوا مع ناس، ممكن خوفهم على صحتهم على الأشخاص اللي حواليهم، خلى هذا الشيء شوي يتراجعوا عن القيام بهالمبادرات. هلا هذه الجائحة المفروض الشباب هم يتطوعوا، هم يقدموا جهودهم، هم يشوفوا إيش احتياجات المجتمع، وبالعادة كل المبادرات بتشوف إيش احتياجات المجتمع، فهم بيقدموا مبادرات لمساعدة هاي المجتمع. بدنا ننتقل للست حنان عودة، هي رئيس جمعية همة النساء البلقاء الخيرية. يعني بداية خلينا نتحدث عن هذه الجمعية، وأنا صراحة شهادتي مجروحة بنشمياتنا، يعني هناك العديد من السيدات إلهم بصمة وإلهم دور كتير كبير في مجتمعاتهم، وفتحوا بيوت للعديد من الأشخاص من وراء هذه المشاريع اللي ساعدت أو كانت حجر أساس لينطلقوا في الحياة من خلال الجمعيات. فتحكينا عن هذه الجمعية بداية. صباح الخير أولا، شكرا كثير على الاستضافة اللي استضفتونا إياها. أهلا وسهلا. وعلى الفرص اللي بتتيحوها دائما للنشميات وللنشامة دائما. بالعكس، بنتشرف فيكم. إحنا جمعية همة نساء البلقاء، جمعية هي نسوية تأسست من عام 2011، إنه تقريبا 13 سنة عم نشتغل. جمعية قامت على مبدأ وهدف رئيسي اللي هو تمكين المرأة اقتصاديا. تمام. الهدف تبعنا إنه نفتح مشاريع مثل ما قلتي، ونفتح فرص عمل. بديناها بسيطة كتير الفرص تبعتنا، بعدين تطورنا حلو لحتى صارت حتى بتطورنا إنه الله أنعم علينا بزيارة جلالتها عنا بال 2019 ملكة رانيا العبد الله، الله يسعدها ويسعد صباحها على الصبح. أكيد. فإحنا قدرنا نعمل عدة مشاريع. نعم. كبرنا هذه المشاريع صارت تستقطب أكثر. عنا مشروع خياطة بيشتغل جملة وتجزئة كمان، يعني ممكن نفصل جملة ونفصل كمان تجزئة. أوكي. نستقبل الزبون بشكل مباشر. حلو. عندنا صالون تجميل كان صالون صغير كبرناه، صار فيه قسم للعرائس، قسم للبديكير منكير، كل إشي حديث. تعطوا دورات للسيدات مثلا؟ نعطي دورات بتعلموهم. نعطي دورات، نعطي تجميل. هلأ الفترة هذه قال لي بسبب فترة شغلة كورونا، بس جائحة كورونا. في عنا مطبخ إنتاجي. حلو. حتى إحنا صالوننا مرخص رسميا، يعني مش إنه تبعنا بس للجمعية الخيرية بقانون نظام التنمية، لا تبعنا للنظام التجاري. يديروا بالهم علينا الصبايا. بالضبط. منطقتنا كتير حلوة، هي في بركة العملية عند مبنى محافظة البلقاء. خلص إن شاء الله. شاء الله. منطقة مطلة هذه المنطقة. منطقة مطلة جدا، كتير حلوة. خياطة، مطبخ، تجميل. إيش التجميل كمان؟ هلأ في عنا جزء تاني بنشتغلنا عليه اللي هي بمبادرات بالتنسيق مع المنظمات. من أحد شغلنا اللي إنا فترة طويلة مع الصندوق الهاشمي الأردني، إلهم صراحة أيادي بيضاء معانا في الجمعيات وبيحرصوا على الجمعيات اللي في المحافظات. حلو. نعم. الآن مبادرتنا اللي إحنا اشتغلناها معهم مبادرة همتي. هي مبادرة قديمة حديثة بالنسبة لنا كجمعية همة نساء البلقاء. نعم. كنا نفكر فيها من شي 3 سنين، كان معنا أستاذ اسمه فراس أبو قطام. حلو. كان مدرب في الهيئة الخيرية الله يجزيه الخير. نعم. كان هو صاحب الفكرة في هذا الموضوع. قديش فاتكم إنه تشاركتوا أنتوا جمعيتكم مع الصندوق الأردني
الأردني الهاشمي، شو فاد الجمعية، شو أعطاكم؟ أعطانا أول شيء قوة دعم، يعني قوة دعم نفسي إنه نقدر نشتغل فيه، حطنا طرق وخطوط معينة قدرنا نشتغل عليها، ساعدونا في جزء منه الدعم المالي لأنه قدرنا إنه نتحرك، في كان تدريب لنا مكثف معاهم باستمرار، كانوا بيعطونا إيش بحتاج زيارات باستمرار دائما إنه كيف تعمل المبادرة كيف تشتغلي، دققوا معنا على المبادرة، أعطونا توجيهات في المبادرات في مبادرتنا، كان في لهم دور كتير كبير. هلا أنت تشتغلي مبادرة تطلقيها أوكي، بس أنت مش خبرة صح، بدك طويلة، لازم يكون معك ناس ذا خبرة، ففعلا درسوا أجوا ناقشونا، قدمنا المبادرة، إحنا جمعية السلطة قدمت مبادرة، لقيوا هم من خلال تشبيك إنه مبادرتنا ومبادرتهم كانت متشابهة، إحنا مبادرتنا كانت بتحكي عن إشي اسمه إنه إحنا لابد إنه نلاقي للشباب المتطوعين مثل ما قلتي مظلة رسمية تحميهم وتقدم مبادراتهم وتجيب لهم منح تمام لهي المبادرات. قديش كمان مهمة التشاركية بينك مثلا كجمعيتكم ممثلة بحضرتك أيضا مع جمعية السلطة الخيرية الإسلامية، هذه التشاركية بين الجمعيات، يعني خلينا نتحدث بمجتمع السلط تحديدا، قديش فتح مجال أمام السلطيات بفتح مشاريع، وقديش فتح أيضا مجال لأبناء مدينة السلط بالتطوع بفتح مشاريع ممكن في بعض الأحيان تكون غافلة عنهم من خلال تواجدهم بهذه الجمعيات، فتحت لهم أفاق جديدة، وأيضا من خلال الصندوق الهاشمي أيضا. هلا هنا كان دور الصندوق الهاشمي، دور الصندوق الهاشمي لما درس مبادرتنا ومبادرة الأستاذ محمد الشومل جمعية السلط، هم كانوا يحكوا عن عزوف الشباب، إحنا كنا نحكي عن مظلة قانونية للشباب لأصحاب المبادرات، هم جمعوا وعرضوا علينا التشاركية فإحنا وافقنا، هذا كانت مبادرة جيدة بالنسبة لنا الجمعيتين، عند الصندوق الهاشمي كانت نقطة ميزة إنه الجمعيات قبلوا إنهم يتشاركوا بعض المبادرة، أعطتنا قوة بإنه وزعنا المهام مع بعض حلو. فأطلقت هذه المبادرة وبدأنا فيها، كان لها هدفين رئيسيات اللي هو عزوف الشباب وإيجاد مظلة قانونية حلو. عملنا استبيان لأربعين ألف شريحة، 40,000 شخص حلو. على مستوى محافظة البلقاء، كان جزء منها السلط جزء منها عمان، كانت النسبة الأغلب إنه شو أسباب، كان في أسباب لعزوف الشباب، جزء منه الأهالي بيرفضوا بالعمل التطوعي، عارفين وشو عندهم يروحوا بيرفضوا إنه يعني بتسبب عليهم كلف مادية، طبعا إشي له دور كتير كبير صراحة. كتير كبير، يعني إنه بدك تروح تتطوع معناته أنت بدك مصروف مواصلات وكذا، عدم ثقة الناس ببعض الجمعيات يعني هي الجمعيات تعرف أنت في الإشي الكويس في، يعني نقدرش نقول إنه كلنا جاي أصابع يعني إيد واحدة مش زي بعضها دائما، فهذا كان إحدى الأسباب اللي بدت معنا إنه عدم ثقتهم ببعض الجمعيات. من الأسباب الثانية إنه الشباب نفسهم بحاجة لمثلا عمل تطوعي مدفوع، جمعيات ما بتعطي مثلا ما بتقدر تعطي أو هو لا يجوز كتطوع أصلا ما بصير تعطي أنت على الأقل يعني تأمين المواصلات، وإنه مثلا حدا يأخذه حدا يجي، إحنا كنا زمان ما كنا نأمن مواصلات لحدا بس هلأ صار هذا الوضع بيستلزم، فكانت في كتير أسباب، في شباب ما إلهم رغبة. في خلال الاستبيان كمان في أشياء كتير كانت مهمة، كان أكثر إشي عليه شريحة إنه أنت إذا تطوعت إيش بتستفيد في معيار القيادة والإدارة، كانت كتير شريحة عالية بنسب اللي حابين يرغبوا إنه أنا إذا بدي أتطوع بستفيد من النواحي الإدارية ومن النواحي القيادية. هذا بالاستبيان يعني اللي كنا إحنا مشتغلينه، عملنا زيارات قدمنا لكم طبعا تقرير زيارات لعدة مراكز وبعدين بعد ما أنهينا بدينا هلأ برنامج تدريبي. هذه نقطة كتير مهمة بحيث إنه الشباب اللي تطوعوا معنا بفترات لما خلصوا جامعات استلموا مراكز قيادية في أي مكان عمالهم يشتغلوا فيه، فهذه النقطة كتير إحنا منركز عليها. الفترة الماضية خرجنا 120 شاب دخلناهم على سوق العمل حلو. أهلناهم أعطيناهم دورات مشيناهم بسياقين سياق كيف يتدرب على أساس يكون موظف في المستقبل كيف يعمل المقابلة ويقدم نفسه ويعمل السي في تبعته، وسياق آخر كيف يعمل مشروعه الخاص بده يبدأ حياته المهنية، فوجهناهم على موضوع التطوع ابدأ حياتك، إذا الآن ما مش حاصل على وظيفة ابدأ حياتك في التطوع التطوع في جمعية شهرين ثلاثة ست أشهر مش خطأ صح. تسقل شخصيتك تتعرف على ناس تتعود على القيادة.
احسن ما يضلهم قاعدين على مواقع التواصل الاجتماعي. احنا مش منجزين اي شيء، خلينا نكون واقعيين. بالزبط. انا بحكي معك واقعي كأم واقع. حتى في بعض الاحيان 100% بدي اشغل وقتهم. بالضبط. بدي اشكركم، بدي اشكر نعم. تواجدكم معنا رب. وتحيه للصندوق الاردني الهاشمي، له دور كثير كبير للامانه في الجمعيات وايضا اثراء حتى المشاريع من خلال دعمهم ومتابعتهم. أضيف آخر في أقل 10 ثواني، عملنا مع الشباب بشكل مباشر أنه إحنا نترك لهم المساحة حتى يشتغلوا، ونوفر لهم كل الأدوات والمهارات والتدريبات اللي بيحتاجوها حتى نزيد من فرصهم أنهم يلاقوا إن شاء الله يلاقوا. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله يومكم بيكون حلو. شكرا.